ندوزو للاخ العروبي في امريكان اللي في بعض الفيديوهات كيقول لك انا يا صاري حتى النخاع. اخ العروبي بصراحه لما تقول لي انك في البالطول كنشرب ونحط الويسكي قدامي ولا اللي كيعرفوني داكشي، ما كنعرفوك بانك حركك سعيد امري بالتيليكوموند ديالو وهيئات اخرى. كاين واحد المساله غنتاكد منها، النمير الازرق ولا النمير الوردي ولا الامير اسميتو. المهم خرج نناقش معاك واحد الحاجه. انت كنت كتقول لنا هذا هيسبريس مجله مخزنيه، واليوم انت داير فيها هذا الحوار، اش غادي نستنتجوا من هذه المساله؟ ما بقاتش هيسبريس مخزنيه ولا وليتي انت مخزني؟ رجع نتناقش معاك واحد المساله اخرى. انت اللي درتي جمعيات ديال التنسيقيات فحل الفحول، كنتو فحول، دابا صافي قطعوا لكم الخصيات ديالكم وليتو غير قادرين على انجاب، مشات الفحوليه. المهم نزيد واحد المساله اخرى. كنتي قلتي في واحد الفيديو تاعك انك عندك واحد الفيديوهات كتورط ناس كبار في الحكومه منهم وزارات واشخاص مهمين. قلتي عندك فيديوهات ومن يمارسوا الضغط على الاسره تاعتك صيفطي لهم من كل فيديو 30 ثانيه. قلتي ولا ما قلتيش؟ واخا سيدي، في خبارك هذوك هاد الفيديوهات اللي كتقول عليهم انت شنو هو المشاكل اللي كونوا لي انا في حياتي من تهديدات ودارنا مكرفصينهم ليا على قبل هاد الفيديوهات. نقولوا حنا فكيتي بهم حياتك على هاد الفيديوهات اخويا، حنا ما يشوفهمش الشعب المغربي هاد الفيديوهات اللي كنا حنايا مضاربين مع الشعب المغربي من 20 فيفري باش نحاولوا نفهموه ونوصلوا ليه الميساج بان راه كاين واحد الفساد في المغرب. علاش الشعب المغربي ما يستاهلش يشوف هاد الفيديوهات؟ ولا كدوزو داكشي من تحت الطابله بيناتكم كي خرجتو دابا خديتو سميتو. وهذوك الاشخاص اللي تورطوا وقلتي لينا الاسماء تاعهم، ماشي هما الان اللي ترشحوا وجهو في الحكومه الجديده؟ كيفاش دابا نخلو هذوك الاشخاص يحكمونا؟ خنعك بالله، كيفاش كتحس انت دابا؟ ولا ما كيهمكش، كيهمك الربح الشخصي. المهم كنتحداك في مساله اخرى، كتقول لنا حرقوا لك الطوموبيل تاعك ودخلوا لك الدار. كنتحداك هادشي ما كاينش، لان انا ني درت ديكلاراسيون باش خفت على راسي تاع هنايا، ما كاينش هادشي حبيبي، فهمتي؟ انا نتحداك، نتحداك فيما بغيتي شخصيا ولا كيما بغيتي بسم الله. المهم